بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، السيد رئيس إقليم كردستان الأخ نيشرفان برزاني، السيد رئيس وزراء إقليم كردستان الأخ مسرور برزاني، السيدة رئيسة مجلس النواب في إقليم كردستان المحترم، السيدات والسادة، عائلة الفقيد الأخ قباط الطلباني والأخ بافر الطلباني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم ارتحل عنا رجل كريم، رجل مناضل، وهو الرئيس العزيز جلال الطلباني. جئنا اليوم لنستذكر هذه الشخصية الوطنية الفذة، وهذه الروح المناضلة، وهذا الرجل الذي قاتل من أجل الحرية والعدالة في العراق، وهذه القامة الشامخة. نستذكر اليوم رجل نحن في أمس الحاجة إليه. نستذكر مام جلال والعراق في أشد الحاجة إلى صبره وحكمته وقدرته على إدارة واحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر المتباينة بين الفرقاء واستعادة الثقة المفقودة بين أخوة الوطن الواحد. نستذكر اليوم ونحن نعيش أزمة سياسية، ونحن نعيش كذلك أزمة تلاشت فيها القيم الأخلاقية في عالم السياسة، وغلبت لغة الاتهام والتخوين على لغة التهدئة والحوار وصولاً إلى الحل. نعم، نحن في مس الحاجة إلى اللغة التي كان يتحاور بها الرئيس طلباني. أما أنا شخصياً فاستذكر مام جلال في كل مراحل حياتي من المعارضة الوطنية ضد النظام الدكتاتوري البائد، وكذلك إلى مشواري في الصحافة والنشاط الحقوقي وصولاً إلى تولي هذه المسؤولية. وكان رحمه الله مهموماً على طول الوقت بالإنسان وكرامة الإنسان وحقوقه وجوهر مبدأ العدالة. أستذكر أيضاً أستذكر كذلك مام جلال وبشكل دائم في حديثه من خلال عقود طويلة من النضال من أجل الحرية والديمقراطية. هذا النضال لم تحدده هوية فئوية أو قومية أو مذهبية، وإنما كان من أجل الإنسان والوطن والعدالة التي ننشدها ونعمل لأجلها. واجهنا معاً الدكتاتورية لأجل الحرية والديمقراطية في العراق، وعلينا أن نحافظ على ذلك لأجل العراق ولأجل العراقيين ولأجل مستقبل العراق الذي يليق بحجم التضحيات التي قدمناها من أجل بناء عراق يليق بأطفالنا ويليق بتاريخنا. اليوم وسط هذا الانسداد السياسي يكون لغياب شخصية مام جلال أثر كبير ومعنى. كان هذا الراحل يدافع بكل قوة، وكان يعمل في أيام الأزمات لجمع الجميع، جمع القادة السياسيين إلى طاولة الحوار لأجل نقاش هادئ عاقل يعيد من خلال ثقة من فقدت الثقة بهم، مع تغليب المصالح الوطنية على المصالح الضيقة والحزبية، ومن أجل المكتسبات الوطنية على حساب المكتسبات الشخصية. فشجاعة الحوار ومدى حسن النية والدبلوماسية الهادئة والابتعاد عن التصلب في المواقف كانت دائماً أدوات مام جلال في الحوار، وخريطة الطريق التي وضعت كل الحلول في الظروف الصعبة التي عشناها مع مام جلال. نستلهم العزم من هذا الراحل الكبير والقيم التي تركها بيننا ودوافع الوصول للحلول التي تنسجم مع قيمنا الوطنية ومع قناعتنا بضرورة بناء دولة، دولة المؤسسات التي تخدم مصلحة الوطن على أي مصلحة فردية أو فئوية. نؤكد من هذا المنطق على ضرورة الحوار، ونؤكد اليوم كذلك على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار الوطني الجامع لكل العراقيين معاً،
لنطرح هواجسنا ومخاوفنا ونتناقش من أجل حل خلافاتنا ونضع الحلول من أجل بناء المشتركات. العراق وشعب العراق ومصالح العراقيين هي الغايات التي يجب أن تكون أمامنا جميعاً، والهدف الذي يجب أن نتقدم جميعاً من أجله إلى طاولة الحوار الوطني. إن الاتفاق الوطني على أساس المشتركات العراقية العميقة والقيم الوطنية المترسخة في بلادنا ليس صعبة وليست مستحيلة، فالعراقيون استطاعوا أن يعيدوا تقديم أنفسهم للعالم بصورة تليق بهم وكذلك تليق بتاريخهم وبمكانهم التاريخي من أجل صياغة حل يحفظ المستقبل ويحفظ مستقبل أبنائنا ويحفظ لحظة التاريخ التي نتصارع من أجل بناء عراق، عراق يكون فيه الجميع وفق مظلة العدالة. فالتمسك بالحوار ثم الحوار ثم الحوار، وعليه فلا خيار لنا إلا الحوار، فالنار ستحرق الجميع لا سامح الله إن حدثت. الشجاعة الحقيقية هي في حفظ مصالح العراقيين وأمنهم وسلمهم الاجتماعي، وأن نفكر معاً بمستقبل أجيالنا القادمة. السيدات السادة الحضور الكريم، يدرك الجميع أن هناك مستوى مترفعاً وهناك مستوى عالي من العلاقة الأخوية الإيجابية التي جمعت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة الإقليم، وقد عملنا خلال السنتين الماضية رغم كل التحديات مع الأخ الصديق مسرور برزاني رئيس وزارة الإقليم لكي نذلل كل التحديات ونجحنا. وخلال العامين الماضيين قد لاقتنا بعض الصعاب، وليس خافياً أن ذلك جاء من مراحل ورثناها من الاضطراب والتوترات التي سادت هذه العلاقات مع الأسف الشديد. والوصول إلى هذا المستوى المتميز من علاقات اليوم لم يكن من فراغ، وإنما كان نتيجة مبدأ الحوار وحسن الظن وحسن النية والسياسة الهادئة غير الانفعالية. ويجب أن نبني على ما تحقق إلى الآن ونحول النقاط التي نجحنا بها إلى ثوابت ونعمل على تذليل باقي العقبات، وعلينا أن نحافظ على المشتركات وحل الأزمات بروح الأخوة والمصير المشترك. وهنا لابد من إشارة إلى الصعوبات والعوائق التي كانت موجودة وبعضها زرعت عن عمد، وركز صنعت عن عمد من أجل إفشال أي تجربة للتقارب بين الأخوان والأحبة. وعليه لقد نجحنا سوية مع الأخوان في الإقليم في تجاوز معظم هذه التحديات والتي كان آخرها ما وصلنا إليه يوم أمس من دفع استحقاقات المتأخرة لفلاحي إقليم كردستان. أيها الأخوة، هذه الحكومة تحملت الكثير الكثير من الظروف الصعبة والاستثنائية ومن التلفيق والتزوير وكل الاتهامات الباطلة لكي يحصل البعض على المكاسب هنا وهناك، وهذا ما يتنافى مع كل القيم التي نؤمن بها، ولن نخضع لهذا الابتزاز من البعض. نعمل ما يملي عليه ضميرنا وواجبنا الوطني والأخلاقي والإنساني لأجل العراق، العراق العظيم، ومن أجل مهد الحضارات الإنسانية. البعض أراد أن تتورط هذه الحكومة بالدم وتسكت عن صفقات مشبوهة وسرقات موصوفة حتى يرضى عنها هذا الطرف وذاك الطرف. هذه الحكومة أراد البعض لها أن تكون جسراً لعبور مرحلة ما من دون تغيير حقيقي. نعم، أقول ذلك بكل صراحة، أقول ذلك وللتاريخ. هناك من أراد لهذه الحكومة بهذا الظرف الصعب أن تقمع الأصوات المطالبة بأدنى الحقوق وبأدنى مبادئ العدالة وأن تكون أداة بأيديهم، ولكنهم فشلوا والحمد لله.
فما كان منهم إلا أن وضعوا العراقيل أمام هذه الحكومة لغرض إفشالها بكل الوسائل، رغم محاولات عرقلة أن تكون لهذه الحكومة موازنة. الآن عمر الحكومة 29 شهر، وهذه الحكومة لم تحصل فقط على 6 أشهر من الموازنة خلال هذه الفترة. ومع كل ذلك تحملنا من أجل العراق ومن أجل أبنائنا في عموم العراق، في كردستان وفي الوسط وفي جنوب العراق، وتعلمنا من تجارب القامات الشامخة كقامة مام جلال أن نصبر من أجل المصلحة العليا، ونعمل بصدق وإخلاص، ولا نلتفت للتجني والصراخ والطعن. نعم، سوف نعمل للحظة الأخيرة دون كلل أو ملل من أجل العراق، وسوف ندعو للحوار ونستخدم كل آليات الحوار، وسنحفظ دماء شعبنا وكرامتها مهما كلف الأمر ومهما هجمنا، فقط لأننا نعتبر الدم العراقي مقدس. سوف نستمر من أي فرصة لسفك أي دم عراقي، وسيكون الدم العراقي خط أحمر. فنحن بكل عزم وإصرار نعمل على إيجاد لحظة الفراق والطلاق مع تاريخنا المملي بالعنف، ونعمل على إنهاء مراحل العنف والقتال لأجل الهدوء والسلام والحرية، لأجل مستقبل خالي من الدم، مليء بالأمل والعمل لأجل العراق والعراقيين. العراق أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نؤدي هذه الأمانة إلى أهلها. الرحمة والخلود لفقيدنا العزيز مام جلال، الرحمة والخلود لشهداء العراق ولإقليمنا الحبيب في كردستان. عشتم معاشر العراق، والسلام عليكم ورحمة الله.